حنروح للدراما السورية اللي كانت عبر تاريخها علامة فارقة في مجالها وسر نجاحها التوليفة بين إبداع الممثلين وحرفية مخرج ومهنية فنيين استطاعوا أن يجعلوا من هذه الصنعة السورية مميزة لا تشبه غيرها. أكيد سالي فناننا لليوم فنان مبدع كان وما زال له بصمة بالدراما السورية. من هو فناننا لليوم؟ خلونا نتعرف بالمادة التالية. لا تحزني يا قلب ضلك. مفيد الوحش، شخصية بكافة تفاصيلها حفرت بذاكرة الصغير والكبير فينا حتى اللحظة. شخصية قدمت موهبته بكل إبداع لأول مرة عبر الشاشة الصغيرة ليدخل بيوت السوريين قاطبة لتبرز بصمته الواضحة في عالم التمثيل. شباب أعمى طلع قدامك. بكرة الدنيا عيد، مروا لعندي الصبح لنروح سوا على الساحة. سعد مينا، البيئة الثقافية بامتياز والجو الخلاق من الإبداع، فوالده الروائي المبدع حن مينا. دخل سعد عالم التمثيل في عام 1993 في مسلسل نهاية رجل شجاع المأخوذ من رواية والده، ليشارك بعدها في أدوار رئيسية بأعمال سورية كانت علامة فارقة في مسيرة الدراما مثل الجوارح، حمام القيشاني، الطير وغيرها الكثير. لمع اسم سعد مينا في الفانتازيا حيث أكسب الدور الذي يقدمه نكهة خاصة بحرفية التمثيل، رغم أنه لم يكن خريج أكاديمي إلا أنه لم يكن بعيداً عن أعمال البيئة الشامية والكوميدية، فكانت له مشاركات في لوحات من مسلسل بقعة الضوء، كما شارك أيضاً في أعمال مشتركة مع فنانين من جنسيات عربية مثل مدرسة الحب وغيرها العديد من المسلسلات. ليك ليك ليك، هذا بعطى الله عينه، ما بشبنا غير المعطوبين منيح، ما شبنا واحد معه شلال نصفي. الواحد من روح الله يرضى عليك، ما رأى على هالراس خير الله من أمثالك، دخيلك لا تجي كل نومي بيحفوك علينا زلمة. وفي قلبي شكلكم انتو اثنين بتكون ترباية من أول مجتمعات. لا أدري لم تنحصر موهبة سعد مينا في الشاشة الصغيرة، بل شارك بفيلمي العريضة في عام 2005 وفيلم صبحية بحرية في عام 2011. سعد مينا فنان سوري حمل بصمة الإبداع والتميز في كل شخصية قدمها لجمهوره. سعد صباحك سعد مينا فنان السوري المحبوب. بداية خلينا نحكي عن نهاية رجل شجاع اللي قدمتها كموهبة سورية، هي كانت صدفة مثل ما عرفنا. خلينا نحكي شوي عن نهاية رجل شجاع وعن بداياتك. هلأ أول شيء كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله بينعاد عليكم بالصحة والنصر يا رب. نهاية رجل شجاع عمل صورناه 1993، هلا وقت برجع بشوفه بحس 24 سنة تقريبا. ايه تمام، بحس انه هلا لسه العمل انشغال. العمل هو صدفة بالفعل صارت، بس كان نجاحه ما هو صدفة، يعني كان كل الشروط لنجاح عمل فني كانت متوافرة فيه. العمل كتير انتعب فيه، كتير انشغل بحب وكتير انشغل بتوتر بنفس الوقت. يعني أنا لهلا بتذكر أجواء التصوير إنه كان في شيء مشحون بلحظة من اللحظات، يعني وخاصة إنه كان الأستاذ نجدة هي أول عمل له بسوريا، فكان هو بالنسبة له تحدي الموضوع، فكان هو بلحظة متوتر، وبس بتلاقي بعد ما ينتهي التصوير عم بيشوف النتائج كان نستمتع. كنا قاعدين بضيعة ضلينا فيها القرية تقريبا بحدود الشهر، مع انه هي كانت القرية تصويرها بس ثلاث حلقات طلعت، بس ضلينا وقت طويل كتير فيها. عشنا ببيوت، كنا عايشين ببيوت بالضيعة، يعني ما كان في اوتيل قريب. هلا هذا كمان بيخلق لك حالة جديدة اكيد، انه انت
المخرج مع الفنيين مع الممثلين، عائلة واحدة عايشين مع بعض ببيوت، والضيعة هي أصلا ضيعة استثنائية مثل ما شفتوها، هي الضيعة هيك يعني ما صار فيها أي شغل ديكور فينا نقول بهي البساطة فيها تماما. هذا كله أنتج هذا العمل. طبعا الموسيقى التصويرية الشارع كانت جاهزة أثناء التصوير، يعني نحن بعد ما كان صرنا بحدود 10 أيام عم نصور كان جهزت الموسيقى التصويرية وجهزت الشارع، جهز شيء منها. فالبروفا كنا نحن حتى وقت نكون رايحين على التصوير، أحيانا إذا التصوير شوي بعيد خارج الضيعة تلاقي بالميكرو إحنا ورايحين حاطين الكاسيت عم نسمعها، فأنت عم تهيئوا نفسكم. إيه فأنت الجو كله جو كتير استثنائي. هلأ أنا بالنسبة إلي هذا الشيء بعدين قدرت أدره، أنا كونه كانت هي البداية إلي فأنا اعتبرت أنه طبيعة الشغل هي هيك لازم تكون، أنه نحن شغلنا هيك بهي الصعوبة بهي الدقة بهي طبعا نجدة أنزور باسمه الكبير هو واحد متميز مثل ما شفنا كل أعماله أكيد. له خصوصيته وقدر يعمل شيء خاصة بنهاية رجل الشجاع، طبعا ثالث بعدها اشتغلنا بعدين الجوارح والموضوع القادم إلى آخره. يمكن كمان بتنسأل كتير هيدا السؤال فناننا سعد مينا، بس كان له العمل خصوصية نوعا ما بذاكرة كل الجمهور مو فقط السوري، يمكن الجمهور العربي. نهاية رجل شجاع كانت يمكن البوابة اللي انطلقت من خلالها الدراما السورية للعالم العربي. خلينا نحكي شو اللي بيميزه، يعني في خصوصية، بعتقد ما في بيت إلا ما له ذكرى مع هيدا المسلسل، مثل ما قلت الموسيقى التصويرية الشارة يمكن ما في حدا ما حافظها، في له بسمه. كنا عم نحكي تحت الهواء عن هي الخصوصية، خلينا نحكي عنها نوعا ما. هلا نحن مثل ما قلت لك العمل ب 93 هي كانت تقريبا بداية انطلاقة الفضائيات بشكل عام. هلا كونه العمل كان مميز فهو قدر ينافس وقدر يثبت حاله ووصل بسرعة للجمهور العربي. يعني انت وقت برشا بتشوفي على الستلايت كان قبل الجمهور العربي بيستنى لحتى القناة الأرضية تبع بلده تشتري العمل ليشوفه إلى آخره، أما لا أنت دخلتي بسرعة وكان في عندك عمل قوي عمل مميز. أنت من اللحظة الأولى اللي بتسمعي برشا بتسمعي الشارع بتحسي إنه هون في شيء استثنائي صار موضوع. بلش العمل بلشت شو أول شيء العمل كم الممثلين الهائل اللي هن نجوم بالنهاية كان مانو عادي يعني أنت حتى بالأدوار الصغيرة كنت تشوفي ممثلين نجوم كبار. هذا الشيء اللي عم نفتقده هلا للاسف، انه انت بتلاقي انه والله اذا دور مشهدين ثلاثه يلا بيجي مين ما كان بيشتغلوا، هو لا ابدا ما انه هيك. اي عمل خاصه بالدراما النص يمكن الدراما العربيه الدراما السوريه هي يمكن اللي اظهرت البطوله بتكون جماعيه مش بطوله لستار واحد او نجم مزبوط واحد، لانه انت عم تلامسي مجتمع كامل. انت وقت عم تيجي تصوري هلا مثل ما نحن موجودين بهذا المكان ما ممكن يكون في بطل واحد بهذا المكان، بده يكون في عدة أبطال لأنه في عندك عدة قصص عدة حكاية أكثر من حدا فاعل، فما معقول يكون في عندك بطل مطلق وانتهينا، خاصة بمسلسل هذا بده يكون في له شرطية كتير خاصة هذا المسلسل لحتى يكون في عندك بطل فقط لا غير. أما بفيلم سينما ممكن فيلم السينما بالنهاية ساعتين ممكن يكون في بطولة أحيانا لفردية لحدا، بس أنت بمسلسل هلأ مشان هيك الجمهور العربي خلينا نقول الأعمال السورية بشكل كبير وصار يقدر يشوف بهذا المسلسل إنه هاي الشخصية بتشبهني وهي الشخصية بتشبهني وهي 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 وهي، صار في عنده تنوع وفي عنده أكثر من حالة إنسانية موجودة بتلاقي بكل عمل. تمام سعد، خلينا نروح لملامح وجهك، يمكن ملامح وجهك احيانا تحمل شيء من الجديه. برايك هذا الشيء هو اللي ما خلاك تقدم كوميديا او حتى دور رومانسي مقل نوعا ما يعني هلا كوميديا؟ انا اشتغلت مره واحده كوميديا انه بصايعين ضايعين كدور صغير ما انه كثير كبير. هلا هي مشكلتنا بالكوميديا انه اصلا ما عندنا كثير هي الاعمال الكوميديه يعني ما انه موجود. هلا هو اكثر شيء حاليا موجود شيء له علاقه بالكوميديا ممكن يكون بعض لوحات بقعد ضوء، لانه بقعد ضوء كله ما فينا نقول عنه انه هو عمل كوميدي لانه فيه شيء احيانا لوحات حزينه لوحات احنا عم نحكي كسعد تمام بتحس حالك بالكوميديا؟ هلا ممكن اذا كان في نص، نحن عندنا مشكله النص دائما يعني بالكوميديا وغير الكوميديا، وقد يكون في عندنا نص مكتوب بطريقه حقيقيه وصح يعني نحن ما بدنا نروح للاسف دائما عم بيروح الموضوع باتجاه التهريج عم بيروح الموضوع باتجاه الكاركتر
انه انت ما في نص قوي بيفرض حاله، الشكل هو اللي بيعطيك الحاله اللي بتضحك. هو لا، في عندك ناس انت بتطلع عليهم كثير شكلهم صعب، بتقعدي معهم بتلاقيهم ما في اظرف من هيك، وبيضحكوا وجميلين وبيقدموا شيء حلو. وخاصه ما بدنا نقول عنها الكوميديا السوداء، خلينا نقول عنها مثلا الكوميديا الحمراء او الزرقاء، يعني بدل البيضاء الكوميديا الساخره فينا نقول. طيب خلينا نحكي عن مشاركتك بالمسلسل مدرسة الحب. هي المشاركة كان يمكن كمان إلى بصمة خاصة، وكان في نوعا ما يعني بين الانتقاد ولا كان في رضا نوعا ما من الجمهور؟ هلا لا، مدرسة الحب بما أنه كان مجموعة مشتركة من الفنانين العرب. هلا أنا كان في عندي، أنا اشتغلت ثلاث ثلاثيات، في ثلاثيتين خارج سوريا وفي ثلاثية بسوريا صورناها. هلا كل وحدة لها شيء يعني مختلف، الى طبيعه. لا، في هي اكثر ثلاثيه شهرت، وهي برايي اللي شهرت مدرسه الحب كله، اللي هي ثلاثيه موطني. لانه هي كان هي بتلامس اي حدا سوري، بتلامس الوجع السوري المشترك. تمام، اي حدا سوري حتى هو لو ما كان مارق بهي المعاناه، فهو في عنده قريب او جار او صديق هو عاش هي التجربه. للاسف اللي كنا ما بنتمنى انه نحن نمر فيها، يعني بجوز نحن لو هي مشتغلينا قبل 7 سنين كنا نعتبرها انه ها شباب عم يشتغلوا فانتازيا وعم يتخيلوا، لانه ما حدا كان ممكن يتخيل انه نحن ممكن ننحط بهيك شرطيه. للاسف ثلاثيه كثير قاسيه. انا اكثر مره حكيت عنها انه انا حتى وقت رجعت تابعتها وشفتها في شيء ما كنت اقدر اشوفه، يعني لحظه انه ايه في شيء موجع. هلا الثلاثيتين هدوك، في وحده اسمها صغيره الدنيا، مع كان في مشاركه مصريه ولبنانيه، يعني هي حتوتة عادية ما في شيء. وفي ثلاثية اسمها اختطاف كمان بتلامس شيء من الواقع، من الواقع السوري. يعني كمان فيها شيء جميل، فيها شيء حلو، فيها شيء قاسي، بتضوي على نقطة. بس ما بنقدر نعتبره هذا العمل انه هو عمل، هو خلينا نسميه لوحات، لوحات ثلاثيات، انه لوحات يعني ما بيقدر يحيط او يلم. وكل ثلاثيه بتفرق عن الثانيه، يعني ما كلهم بنفس المستوى، لانه اختلفت الاراء وصار في نوعا ما جدل. تماما. يعني انت احيانا النص بيلعب دور، احيانا الممثلين، كل واحد بيشوف الشخصيه من وجهه نظره، فما كلهم بيطلعوا بنفس السويه. تمام. هل برايك سعد مينا الاعمال المشتركه، طبعا عم نشوف مشاركات بين سوريين وفنانين لبنانيين حتى احيانا مصريين، هدول الشيء برايك بيفقد بريق الدراما السوريه او بيزيد خبره وتبادل خبرات بيننا وبين الدرامات الثانيه؟ يعني هلا نحن ما لنا قاعدين بدوره تدريبيه، يعني هي الفكره تبع تبادل الخبرات وما تبادل الخبرات انا ما كثير بامن فيها. هو في شيء انه نحن بده يكون في عندك عمل حلو، ممكن يكون بحاجه انت يكون معك حدا مصري موجود او حدا لبناني او حدا خليجي، يعني او من المغرب العربي، هو في له مبرر لوجوده. تمام، وفقط لا غير. يعني هي تبع فكره تبادل الخبرات، هي انا ما كثير مؤمن فيها. يعني هي الفكره، نحن ما لنا لا دوره تدريبيه ولا مدرسه. فنانيننا معروفين وفنانينهم معروفين، فنيينا معروفين وفنيينهم معروفين. بس مو تحيز للفنانين السوريين، نوجه تحيه لكل الفنانين السوريين والفنيين السوريين، لانه اليوم حتى الاعمال العربيه دائما بتلاقي فيها بصمه سوريه، ان لم يكن في شخصيه فنيه، ان كان فني ولا موسيقى تصويريه، عم تلاقي في بصمه سوريه بجميع الاعمال الدراميه. وهيدا يمكن رغم كل ظروف الازمه اللي عم نعيشها تحسب للفنانين السوريين، لأنه نحن رغم كل الحياة الصعبة اللي عايشينها في أمل وإرادة وتصميم، الدراما السورية اليوم رغم كل الظروف في أعمال درامية على أرض سوريا عم يتم تصويرها وإنتاجها رغم كل الظروف. خلينا ننتقل مع حضرتك للأعمال اللي قدمتها هذا العام، وممكن ما لحقت الماراثون الرمضاني، والعمل العام الماضي زوال اللي بيجسد كمان نوعا ما الواقع السوري اللي عم نعيشه. هلا زوال ما بعرف، انا ما اخذ حقه نوعا ما، بتحس هلا حقه، وكان في انتقادات كثير عليه، ما بعرف شو هي. انا للامانه ما شفت العمل بشكل كامل فما بقدر احكم عليه. بالنسبه لهي السنه انا اشتغلت ورده شاميه، شروط العرض ما كانت مناسبه لشركه الانتاج، فهن اجروا لبعض رمضان عمل شامي، بس ما فينا نقول عنه شامي، يعني هو كتير بعيد عن البيئة الشامية. ما هو ضمن البيئة الشامية، بس بس حتوتة ما أنا شامية، يعني هي حتوتة افتراضية خلينا نقول عنها، وبس عم تتصور ضمن
بيئة شامية، يعني هي الكفر تبع أو الغطاء تبعها بس إنه إحنا عم نصور بحارات الشام ولبس الشام وهي فقط لا غير، بس هي الحتوتة هي كاركتر. حتوتة حلوة تمام. هي فينا نقول فيها شيء من ريا وسكينة، فبتصور إنه العمل رح يكون عمل جميل يعني، ولو انعرض برمضان فكان أكيد رح يكون من الأعمال المميزة جدا يعني. يعني مثل ما كلنا حسينا أو شهدنا إنه الدراما السورية هي السنة افتقرت شوي لعرضها بخلال شاشاتنا، برأيك لعمين بتوجه العتب بهدول القصص؟ للكل. لا نحن مشكلة الدراما السورية أنا برأيي من التسعينات بأواخر التسعينات، أنا بأكثر مرة حكيت بلقاءات بهذا الموضوع، في حدا فات على الخط، في شيء مقصود أنه أنت توصلي لهون. انتهاد الدراما السورية، المد الشعبي اللي عاملته بالوطن العربي مثل كنا عم نحكي عنه قبل، والجمهور العربي، هذا الموضوع ما بيناسب كثير ناس، ما بيناسب كثير دول، أو بيناسب كثير أفكار. تعتبره حرب؟ طبعا طبعا، كله يعني هذا الشيء اللي احنا مرينا فيه وحرب. هو ما اجى بين يوم وليله، تمام، هو في شيء مشغول عليه، انشغل عليه فتره لوصلنا لهون لهي السنه. تمام. نحن وقت كنا نقول انه نحن ننبسط عندنا 50 عمل تصور بالسنه، بنلاقي منه هال 50 عمل اربع اعمال مميزين بينشافوا، طيب ايه وال 46 البقايا شو؟ يعني هي النسبه بدك تيجي تحسبي انه انت كنسبه انه انا 10% من اعمالي جيد، فهي كارثه بتكون. ما بصير. نحن بالنهايه سوريا فيها كتاب مهمين، فيها ممثلين مهمين، فيها فنيين مهمين، شعراء، واوا يعني نحن موضوع الثقافة بالنسبة لنا وإرثنا الثقافي هو ما نو قليل، فما بيصير نحن تكون نتائجنا هيك. هلأ للأسف الحرب أثرت أكيد، وكانت بالمقابل كمان هي حجة لبعض الناس لحتى يقولوا أنه لأنه حرب. طب شو لأنه حرب؟ طب ما نحن ليكنا قاعدين نفس هاي القاعدة، صحيح، وهي الكاميرات موجودة، موجودة والإضاءة موجودة، إذا قدمنا شيء محترم وين المشكلة شو بقى؟ شو فرقت؟ يعني ما هذا الشيء نفس القصة نحن، صحيح، يعني والتكاليف نفسها وكل شيء نفسه. هي صفة بقى موضوع النص، موضوع أنه أنت شو بدك تقدمي. حتى بعيداً عن النص، فينا نقول كمان الأعمال الدرامية السورية لم يتم تسويقها بشكل كتير كبير. تعرضت سوريا لهذا النوع من كم سنة، حصار يمكن على الدراما السورية وقت الدولة السورية اشترت الأعمال الدرامية. اليوم عم نشهد خلال السنتين الأخيرات أنه في نوعا ما الشاشات العربية لم تستقطب بالأعمال الدرامية، كمان فينا نقول في سياق الحرب هيدي. لا أكيد أكيد في مشكلة تسويق، هي مشكلة التسويق موجودة، بس برجع لنفس الفكرة، أنا ما عندي هذا المنتج الخطير اللي ما عم بقدر سوقه، ما أنا عندي هذا المنتج الجميل والمنافس لحتى أنا ما عم بقدر سوقه. عم يكون في تسويق يمكن للأعمال الدرامية السورية المشتركة. هلا أنت يعني أي عمل سوري مصور خارج سوريا أول شيء يباع بسعر أفضل بكتير، يعني أنت نفس هذا العمل بنفس الممثلين بنفس الكادر إذا مصور خارج سوريا أنت بيشتروه بأضعاف العمل نفسه تماما اذا مصورتيه بسوريا. يعني انت هلا هي في اكيد محاربه، هي هذا الشيء اكيد يعني موجود. بغض النظر عن شو طبيعته للعمل او حتى عن 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 المستوى تبعه. تمام. اي اكيد هذا الموضوع موجود. هلا في شروط بالتسويق كمان نحن بنعرفها، انت اكيد في عندك اليه لحتى تخترقي احيانا لتعملي لتساوي، في مسوقين بيعرفوا يشتغلوا بيعرفوا يعملوا، بس بنرجع لنفس الفكره انه نحن ما قدرنا نسوق. اوكي مزبوط. طب بس نحن هلا نحن وقاعدين هون، طب وين الاعمال هلا السوريه اللي تصورت داخل سوريا ونحن ما سوقناها، ولحتى نقول نحن انه عملي انا ما تسوق وانا عملي بالساهل يتسوق. بس في اعمال دراميه من العام الماضي وضعت بالدرج لانه لم يتسوق لها بشكل صحيح، مثل لست جاريه، في عمل للفنانه الكبيره امل العرفي امتنعت عن عرضه بسبب عدم التسويق الصحيح وعدم يمكن نيله الاجر في يمكن رمضان. هلا هي السنة في سايكو ما عرضته. هلا كمان هي مشكلتنا نحن انه نحن ما عندنا مسوقين سوريين حقيقيين او ما عندنا اشراف على هذا الموضوع، يعني انا كمان ما معقوله وقت بيجي واحد بيقدم لي حلقه ببلاش او مسلسل ببلاش فهو بيأذي، يعني بيجي منتج بيقدم عمله ببلاش للمحطه. صح، هي نقطه مهمه لانه يعني هذا الموضوع عمل صار له فتره كمان عم ينشغل عليه مو عبسي، يعني في عندك منتجين ما عندها كثير مشكله بالربح، هي عم تشتغل ما بعرف عم تتسلى عم تنبسط يعطيها العافيه، بس هي المشكله وقت بتروح بتكب هذا العمل بالمحطات ببلاش
تمام. فبتصير هاي المحطة انه شو بدها يعني باخذ هيدا العمل يمكن باخذ هذا العمل وبصيروا بيجوا بيقولوا لك انه انا اخذت عمل تاريخي او عمل مودرن فيه فلانة وفلان 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 بسعر كذا يعني فاذا عطوكي انت 10 اضعاف الرقم اللي هن عاطينه لهذا المنتج انت خسرانه لانه هو كابب عمله اصلا ولا هون يمكن عم يتم الضغط على الفنان من خلال الاجور يعني في كمان ازمه اجور للفنانين السوريين في ازمه اجور للفنانين وللفنيين وللجميع يعني الكل عم بيعاني من هي المشكله يعني هي السنه مثلا لانه عم نتفاجئ باسعار او اجور الفنانين العرب بخارج سوريا قياسا مع الفنانين السوريين وطبعا ايه هلا انت بتلاقي مثلا اجر مسلسل هو بكل تاريخ الفنان السوري يعني للاسف بكل تاريخه المادي طبعا اكيد تاريخه الثقافي ما حدا بيقدر ينافسه فيه كيف برايك بدنا ننشر الدراما السوريه من المازق يلي واجهته يعني شو الخطوات برأيك كفنان وكفنانين مأجمعين كلكم سوا انه نحنا لازم نتبع خطوات لننشل الدرامانا السورية يلي طبعا كانت وما زالت ورح تبقى هي الدراما اللي متصدرة على الجميع هلأ النقطة الأولى والأخيرة هي القطاع العام أنا كتير مؤمن بالقطاع العام بغض النظر عن المشاكل اللي ممكن تكون داخل هذا القطاع بس أنا دائما مؤمن بالقطاع العام القطاع العام هو اللي بيقدر يرفع وهو يكون مسؤول وهو اللي يقود هاي الدفة بالنهاية المنتج الخاص بيقول لك أنا هيك بدي وأنا هيك حابب حبك تشتغل معه بس القطاع العام مفروض يكون في عنده رسالة ويكون في عنده هم وهو يآمن بموضوع القطاع العام أنا ما بقصد فقط الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون أو المؤسسة العامة للإنتاج القطاع العام كهيئة حكومية متكاملة كهيكلية كاملة تمام كحكومة كاملة كل الوزارات مفروض هي تساهم بهذا الموضوع لأنه نحن موضوع الدراما السورية هي اللي بتفتح لك أبواب إن كان اقتصادية يعني ما بس أنت موضوع أنه أنا سوقت هذا العمل تمام. أنت بتسوقي كتير أمور أنت سياحيا وثقافيا واقتصاديا وحتى بصير المنتج السوري شو ما كان هذا المنتج ترجع مرغوب بيرجع الجمهور العربي بيرجع بيحبه انه سوري فبتلاقي بيتجه عليه باللا شعور بيتجه عليه مثل نحن هلا اذا بتشوفي كنا شيء مثلا شغل مصر لو كان سيء انه مصر لانه انت بذاكرتك بذاكره الجميع انت مصر انت شايفتيها عادل امام وشايفتيها صلاح قابيل وعبد الله غيث و و و كل هاي الاسماء انت هيك بتشوفيها لمصر تمام اكيد فناننا المبدع سعد مينا الحديث عن الدراما السوريه ما بينتهي فبالختام نتوجه بتحية لجميع الفنانين السوريين والفنيين السوريين اللي هن كمان جندي عم يقاتل على الأرض إلى جانب الجندي العربي السوري ليكون موجود رغم كل الظروف الأزمة في كتير فنانين يمكن قعدوا مكانك وحكوا عن كتير قصص صارت معهم بالتصوير قذيفة نزلت تعرضوا لكتير يمكن مواقف ما وقفتهم أبدا مثل أي مواطن سوري يعني نحن انت بهي الحاله انت مثلك مثل اي مواطن سوري الكل عانى من نفس المشاكل من قطع الكهرباء لقطع المي للمزايد الكل هي معاناه السوريين جميعا هلا ما حدا له منيه على الثاني طلع الثاني كلنا نحن كلنا بخندق واحد خلينا نقول بدنا الحمد لله يعني مثل ما بيقولوا بشائر النصر بانت نحن النصر كنا واثقين منه كان الموضوع موضوع زمان ان شاء الله كرماله الزمان عم يقصر وإن شاء الله يعني ما بنقول العيد الجاي بعتقد قبل العيد الجاي بتكون إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب كنا سعيدين بوجودك نتمنى لك التوفيق والمزيد من التألق شكرا كثير لك أكيد نتشكر وجودك معنا الفنان الكبير سعد مينا وبدنا نتمنى لك نجاح أكبر أنت ناجح ولكن نتمنى لك النجاح الأكبر وإن شاء الله يا رب بنصر سوريا مثل ما قلت وبانتشال الدراما السورية من هالمأزق وترجع تنورنا مرة تانية شكرا كثير لك شكرا كثير لكم كل عام وانت بخير وانتم بألف خير شكرا